درار رشاش خفيف صنعته دولة الاحتلال، صنع منه قرابة 1000 قطعة بين عامي 1947 و 1952. النموذج الأول يستخدم طلقات بريطانية عيار 7.7 ملم، والنموذج الثاني يستخدم طلقات ألمانية عيار 7.92 ملم. معدل إطلاق النار من 250 إلى 950 طلقة في الدقيقة. السرعة الابتدائية للمقذوف 792 متر في الثانية. سعة المخزن 20 طلقة.